يسعدي مساكم كل ايامكم يا رب. راح اسوي اليوم معاكم ايس كريم جيلاتي ابو عربيه، سويته كتير معاكم قبل كده بس اليوم راح اسوي نص المقدار بس. راح احتاج 500 لتر حليب السعوديه، وعندي هنا العلبه الصغيره راح احط نصها، ولو حطيناها كلها مو مشكله. عندي 3 اظرف بودره الايس كريم موجوده بالسوبر ماركت، وعندي هنا فستق حلبي مجروش مطحون خشن، عندي مستكه حسب الرغبه، انا بحب نكهتها كتير فبحب ازيدها. راح اطحنها طبعا، وعندي معلقه سحلب، وجوده مش ضروري ولكن بيعطي للايس كريم المطه اللي بتكون في الايس كريم العربي، معلقتين سكر ومعلقتين حليب بودره بيعطي سماكه كده ولذاذه ودسامه، وماء زهر حسب الرغبه. عندي هنا خلاط الكأس راح احط كل المقادير فيه ما عدا الفستق الحلبي طبعا، المستكه اول نطحنها، واخلطهم لمده 5 دقائق. راح نخلطه لمدة 5 دقائق. عندي هنا صينية مستطيلة غلفتها بالنايلون، وراح احط فيها خليط الايس كريم. شوفوا لما حطيت السحلب كيف في مبطة، طبعا ممكن انتو تحطوه انا راح الفه عشان هيك حطيته بصينية مستطيلة، انتو مو حابين تلفوه عادي ممكن تحطوه بدون. شوفوا كيف عشان حطيت السحلب، بدون السحلب بيكون سائل اكتر، فالسحلب بيعطيه المطة. طبعا راح ارش الفستق الحلبي، معروف ايس كريم الجيلاتي او البوزة العربية بيكون مليان فستق حلبي. راح اعملها هيك شوية عشان تدخل فيه جوا. راح نحطه بالفريزر يبرد، طبعا ما بدنا اياه يجمد كليا، يعني تقريبا يجمد 90%، بعدين راح الفه معاكم واوريكم كيف. بعد ما جمد الايس كريم، طبعا ما جمد كليا زي ما حكيت لكم، راح الفه. طبعا هنا عندي الايس كريم، طبعا طريقه اللف جدا سهله، راح احلقه. شوية تلفوا وتسحبوا الكيس كده، راح اسحب الكيس واكمل لف. راح اسحب الكيس راح اكمل ارجع لكم. وكده عندي لفيتها بهالطريقة، بعدين لفيتها بالنايلون، راح كمان ارجع الفها بالقصدير لانه القصدير بيمسكها اكثر، وارجعها على الفريزر، وبعدين بنقدمها نقطعها ونقدمها. راح ارجعها على الفريزر عشان تبرد تماما، بعدين نقطعها ونقدمها. لو جربتوا طريقتي مره راح تدمنوها، حاجه من الاخر. يا عيني الايس كريم، شايفين البزازة؟ اكتر من كده ما حتكلم، جربوه ودوقوا اللزازة، ما في ألذ، متأكدة ما في ألذ.